السادس من أركان الإيمان. Yang keenam rukun iman. Al-iman bil qada'i wal qadar. Kaifa nu'min bil qada'i wal qadar? Al-qada' wal qadar lahu arba' maratib, arba' darajat. Ad-daraja al-ula. Al-ilm an tu'min anna Allah 'alima kull shay'. الثاني الكتاب أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الثالث لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. الرابع أنت مخلوق وأعمالك كذلك تابعة لك فهي مخلوقة. ما لا أصنع أنا؟ أحسن الظن في الله بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة. نسأل الله من فضله لي ولكم. أدعو الله أن يجعلني من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار، وأعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار. يعني أجمع بين الإيمان والعمل.